ولكن البعض بيحاول لما بيتمسك بفكرة الوطنية بيحاول يزيد فيها، وهو هو نفس الشخص لما بتسأله قبل كده على مواقف شبيهة لدي هتلاقي تصرفاته وقراراته ما كانتش كده. يعني هديكم مثال عشان يبقى الأمور واضح لحضراتكم. النهاردة مثلا كنت بسمع الكابتن حازم إمام في الإذاعة بيتكلم على فكرة إن الأزمة اللي بيواجهها المنتخب الأولمبي، والأزمة دي إحنا أكيد زعلانين إن اتحاد الكورة فضل سايب الموضوع لغاية اللحظة الأخيرة. اتحاد الكورة مش مشغول بالأساسيات اللي عنده، ولكن أعضاؤه مشغولين هم يطرحوا القضايا في الإعلام، رغم إن القرار في إيديهم على ترابيزة الاجتماعات، لكن هم مش فاضيين لترابيزة الاجتماعات. هم فاضيين بس يطلعوا في الإعلام ينظروا ويتكلموا. كابتن حازم بيتكلم على فكرة إن المشاكل اللي حصلت الفترة الأخيرة حركت المياه الراقدة. حركت المياه الراقدة وخلت الرابطة والاتحاد يركز. اللي انت بتقوله ده اصلا يدين اعضاء الاتحاد وانت على رأسهم. ليه؟ لان انت اساسا على كرسي المسؤولية. لما تقول البيانات اللي بتطلع دي حركت المياه الراقدة يبقى انت اساسا قاعد ما بتشتغلش. انا برضو عايز افهم التضارب ده معناه ايه؟ يعني انت بتشيد بالبيانات وبالمواقف، اوكي ماشي كويس، شايفين في مشاكل في المنظومة كويس، ولكن لما تقول تحرك المياه الراقدة، طب وانت قاعد على كرسي المسؤولية كنت فين وانت ما حركتش المياه الراقدة وانت على كرسي المسؤولية؟ ده واحد. اتنين، وادي الكلام اللي اتقال النهارده هذا الموسم كانت تسير بشكل جيد، تم في اخر فتره الامور مش عارف تغيرت، شهدت اعتراض مش عارف ايه على المنظومه، اعتذار عن خوض القمه، هذا الامر حرك المياه الراقده. طب ما انت كنت على يعني كنت موجود في كرسي على كرسي المسؤوليه، ما خدتش قرارات ليه وشفت المشاكل دي من بدايتها؟ لكن انا عايز اروح لموضوع المنتخب الاولمبي يا جماعه. ليه؟ لان هو الكابتن حازم بيتكلم على المنتخب الاولمبي وان لازم الناس تقف مع المنتخب الاولمبي. هو هو نفس الشخص، هو في اتحاد الكوره طلع لعيبه المنتخب من معسكر المنتخب، لعيبه الزمالك خرجت من معسكر المنتخب عشان تلعب مع الزمالك دور تمهيدي. دور تمهيدي ده انت ممكن تلعب بالصف الثاني والثالث. طلع لعيبه الزمالك من المنتخب في المعسكر، وفاكرين وقتها روي فيتوري قال ده في المؤتمر الصحفي، قال لك انا اول مره اشوف في معسكر منتخب مصر او في معسكر منتخب تخرج اللعيبه عشان تلعب ماتش في دور تمهيدي لبطوله قاريه. قال لك الكلام ده ما بيحصلش، ولكن كابتن حازم خرج اللعيبه ووداها نادي الزمالك ولعبت الدور التمهيدي. فين بقى ساعتها بقى مصلحه المنتخب؟ كانت فين؟ وبعدين حاجة تانية، هي مش الناس بتتكلم على مين أحسن فرقة في مصر وده عنده أحسن لعيبة وده عنده أحسن لعيبة؟ طب ما احنا دلوقتي واحنا داخلين على معترك مهم دورة الألعاب الأولمبية في باريس، لما اتقال إن أبرز اللعيبة لاعبي النادي الأهلي، مش تعترف أنتوا بقى وتقولوا فعلا هو النادي الأهلي أحسن فرقة في مصر وأحسن لعيبة في مصر؟ ولا بتستخدموها في وقت معين؟ ولما بيبقى على أرض الواقع في اختيارات دايما بتبقى من النادي الأهلي بتستخدموها في وقت آخر؟ برضه عايزين نفهم. يعني أنا شايف ملفات كتيرة الناس بتحاول تاخد الأهلي فيها وتطلع الأهلي من تركيزه داخل الملعب عشان ينشغل بكل هذه التفاصيل. مرة ماتش مش عارف إيه ما تلعبش، مرة نادي عامل بيان من 6 ورقات، مرة الإعلام بيدافع عن هذا النادي رغم إن النادي ده أصلا المفروض يتعاد له مباراتين مش مباراة واحدة، والمباراة التانية أنا جاي هتكلم عليها النهاردة، لأن اتحاد الكرة بيعمل حاجات بصراحة أنا مش قادر أستوعب هم عايزين إيه هم كمان. ففي حاجات كتيرة بتحصل. المشكلة مش من سوشيال ميديا وبيجات وصفحات وشوية لجان، لا، ده الموضوع وصل لمرحلة ان بقى في منظومة إعلامية بتقود هذا الأمر، وبقت في برامج وبقى في حتى مسؤولين بيتحركوا في هذا الإطار. أمر أنا مش قادر أتقبله، والناس من امبارح مندهشة، هو أنتوا يا جماعة بتعملوا إيه؟ هو أنتوا بتقولوا إيه؟ ما احنا قلنا قبل كده بعد الإخفاق اللي حصل في كأس الأمم في الكوت ديفوار، يا جماعة اللي يقعد على كرسي المسؤولية ما يشتغلش إعلام. هنرجع تاني لنفس الأزمة، تضارب مصالح، كلام بيتقال في الإعلام وانت على الكرسي مش قادر تاخد القرار. خلاص سيب الكرسي لحد يقدر يشتغل ويفيد الكرة في مصر، واطلع في الإعلام قول اللي انت عايزه، قول اللي انت عايزه. لكن بتقول في الإعلام حاجة وبتقعد على الكرسي بتعمل حاجة تانية، بتتكلم على الوطنية وانت وقتها وانت مشرف على المنتخب عملت خدت قرار عكس اللي بيتقال دلوقتي، عكس اللي بيتقال دلوقتي. احنا داخلين على منافسة صعبة جدا، وابرز اللعيبه اللي مطلوبه للمنتخب الاولمبي من الاهلي وبيراميدز، وكانت فيه قائمه مبدئيه، كان الاتحاد فين وهو بيهندل التفاصيل دي؟ والجهاز الفني كان عنده ردود من بدري؟ وبعدين ما انت عندك لعيبه محترفين كتير، ليه ما قدرتش تقنع حد منهم؟ ليه ما قدرتش تتفاوض مع انديه؟ على فكره يا جماعه اللي بيتكلم على فكره اصل البطوله مش في الاجنده الدوليه واللاعبين المحترفين ما ينفعش ينضموا للاولمبياد بسبب الاجنده الدوليه، ميسي قبل كده ساب برشلونه ولعب دوره العاب اولمبيه مع منتخب الارجنتين. ميسي، انا بتكلم على احسن لعيب في العالم، ساب برشلونه واقنع برشلونه باللعب مع منتخب الارجنتين في دوره العاب الاولمبيه. فين بقى؟
ليه ما فيش حد من المحترفين بيقدر يقنع النادي بتاعه؟ ولا انتوا سايبين القصه كلها ان الاهلي يتاخد منه 2 3 لعيبه؟ ما انا داخل في منافسه وعندي مباراه مع بيراميدز، وبيراميدز عنده لعيبه اصلا تحت السن، هل هيسيبهم قبل يوم 12 ولا مش هيسيبهم؟ هي دي حته ما حدش اتكلم عليها. قبل يوم 12/7 اللعيبه دي اللي المفروض ميكالي يسافر بيهم الى باريس، بيراميدز هيسيب اللعيبه اللي تحت السن اللي هم اصلا قوام هذا المنتخب ولا هيلعبوا وبعد كده يسافروا؟ برضو ده امر محتاجين نساله. هل حد فتح القصه دي وسال فيها؟ بحد سال. ولكن بتتاخد كده عده ملفات عشان تطلعك بره تركيز الملعب. ماتش الداخليه ماتش مهم ان شاء الله هنكسبه، ماتش الجيش بعديه ماتش مهم ان شاء الله هنكسبه، والاهلي داخل مواجهه بيراميدز حتى مع مودرن سبورت اللي هتكون ما بين المباراتين، وان شاء الله هيكسبهم والاهلي ماشي في قطار الدوري بشكل سريع جدا، وباذن الله التوفيق للاهلي في المرحله اللي جايه.